السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي بناتي. مع التمرين 4 باك 2010 ماده دوما مع درس السقوط الشاقولي الوحده الثانيه عن الميكانيك. التمرين الرابع يقول لدراسه حركه سقوط جسم صلب اس كتلته ام شاقوليا في الهواء، واستعملت كاميرا رقميه، عولج شريط الفيديو ببرمجيه لافيستا في جهاز الاعلام الالي، فتحصلنا على النتائج. هذا جدول فيه الزمن والسرعه. أرسل المحن البياني لممثل تغيرات السرعة، عين قيمة السرعة الحدية، كيف يكون الجسم الصلب متميزا في النظامين، احسب التسارع عند الجسم عند تيتشي 0 سكوند، تعطى المعادلة التفاضلية للحركة بالعبارة حيث رو الكتلة الحجمية للهواء وذي حجم الجسم، مثل القوى المطبقة على الجملة، أوجد المعادلة التفاضلية وبين حرف الأ وحرف السي. حيث ك ثابت يتعلق بقوى الاحتكاك، استنتج كل من بي وقيمة ك، أعطيت جي وأعطيت كتلة الجسم. إذا أول سؤال هو رسم المنحنى البياني، أنا رسمته بشكل تقريبي، أنتم لا تنسوا الرسم على ورقة مليمترية باستعمال سلم رسم 0.1 متر بار سكوند و100 ميلي سكوند. السؤال اللي بعده، عين قيمة السرعة الحدية. دونك السرعة الحدية، السرعة الحدية ها VL هي 1.14 متر بار سكون، ها هي السرعة الحدية VL، ها هي السرعة الحدية تاعنا 1.14 متر بار سكون. كيف يكون الجسم الصلب متميزا؟ هذا كذلك سؤال درناه من قبل. إذا أول سؤال هو الرسم والسرعة، ثاني سؤال مميزات الجسم الصلب، قلنا هي مميزات الجسم الصلب هي الكتلة الحجم، الكتلة الحجمية، الكثافة، الشكل الى غير ذلك. لكن كما قلت سابقا يكفي انك تذكر ثلاثه يكفي. السؤال جيم او دال، احسب تسارع حركه الجسم. دونك هذا السؤال الف هو سؤال الرسم، السؤال ب هو سؤال السرعه الحديه، والسؤال جيم هو مميزات الجسم الصلب، السؤال دال حساب التسارع عند ت يساوي الصفر. كما قلنا سابقا التسارع هو ميل المماس، هذا هو ميل المماس للمنحنى في. دونك ا هي دي في على دي تي وتساوي صفر صفر، نرسم مماس في الصفر، نرسم مماس في الصفر. من أجل ذلك عندنا نرسم مماس في الصفر. إذن أنا مماس في الصفر بالتقريب هكذا نسقطه. الآن في البكالوريات أصبح المماس في الصفر يعطى، إذا لا تقلق، عندي النقطة 0.0 والنقطة عندنا 1.14 مع نقطة أخرى تقريبا نهزوها 140 بالتقريب. اذا 1.14 على 140 في 10 اس ناقص 3 شحال يخرج لنا الا زيرو؟ عندنا إذا 8.14 متر بار سكوند كاري.
هذا السؤال د. السؤال الثاني تعطى المعادلة التفاضلية للحركة بالعبارة حيث رو الكتلة الحجمية و في حجم الجسم، مثل القوى الخارجية المطبقة على مركز العطالة، أوجد المعادلة التفاضلية. إذا السؤال الثاني هو سؤال دراسة، السؤال الثاني هو سؤال دراسة. ندرس الحركة، عندي اثنين ألف تمثيل القوى، تمثيل القوى، هاي القوى تاعنا، او زاد محور، عندي قوة الثقل بي، قوة الاحتكاك اف، وقوة ارخميدس بي، هكذا هذه تمثيل القوى. ب المعادلة التفاضلية، المعادلة التفاضلية، المرجع سطحي أرضي نعتبره جاليلي، الجملة كيف سميت الجملة؟ جسم صلب اس، الجملة جسم صلب اس، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على جملة الجسم الصلب، إذن عندنا مجموع F exterior تساوي M AG، P زائد F زائد P تساوي M AG بالإسقاط على المحور أو زد، أو المحور أو زد، بي موجبة بي و اف سالبين، راحين نوجدو بي ناقص بي ناقص اف تساوي ام أ، ام جي ناقص ام في الويت جي ناقص كا في تساوي ام أ، نضربو في وحدة لا أم، كي نضرب في وحدة لا أم واش نلقى؟ نلقى أ يساوي جي ناقص أم في الويد على أم جي ناقص كا على أم في. الأ هو مشتق السرعة كالعادة، الأ هي مشتقة السرعة، دونك حنا نعرفو بلي حيث الأ هي دي في على دي تي، وكتلة المائع هي الكتلة الحجمية للمائع في حجم الجسم، ومنه ننقل فقط ونخرج العامل المشترك، حين نلقاو أ تساوي جي في واحد ناقص رو في في على أم ناقص ك على أم في، إذا دي في على دي تي زايد ك على أم في تساوي جي في واحد ناقص رو في على أم. هذه هي المعادلة التفاضلية المطلوبة. نعوضوا واش عطاني هو؟ هو عطاني هكذا دي في على دي تي زائد زائد أ في تساوي سي، هكذا. إذا بالمطابقة عنا بالشكل هذا، سي يساوي جي و أ هي ك على أم واللي هو مقلوب طو، أ هو ك على أم واللي هو مقلوب طو، ومنه بالمطابقة إذا بالمطابقة سي تساوي جي و أ هي ك على أم وهي واحد على طو بالشكل هذا. السؤال الآن
السؤال الان استنتج قيمه دافعه الخامش وقيمه الثابت ك. اذا السؤال جيم جيم حساب او قيمه بي وك. باه نلقى قيمه بي وك لازمني نعاود نشوف منين نقدر نجيبهم. حنا نعرفوا باللي بي ما هي؟ البي هي دافعه الخامش. دونك كي نحب نلقى البي بشكل مباشر هي كتله الماء في حجم الجاذبيه واللي هي رو في 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 جي. لكن ما نقدرش نطبق هذه لانه ما عنديش الرو والفي، ما عندي لا الكتله الحجميه لا الحجم. دونك هذه ما تصلحش. وين يروح بالي؟ يروح بالي للاسقاط. شوفوا معايا الاسقاط اللي مال فين نديروه. جي ناقص تاع على ام جي، او قبل ما ندير هذه الاسقاط اللي قبلها بي ناقص بي ناقص اف تساوي ام ا. هذه تلعب دور كبير في حل التمارين، نتولهم منها دوما وتكلمت عليها في الدرس. بي ناقص بي ناقص اف تساوي ام ا هي سلاح ذو حدين. لماذا؟ لانه بها نلقى المجاهيل تاعي. حنا نعرفوا باللي الاف هي كافي. دونك لاحظوا معايا جيدا كيف توظف هذه العلاقه. هذه العلاقه توظف مره، توظف لما زمن صفر، السرعه صفر، تسارع ابتدائي، وتوظف لما تي اكبر او يساوي 5 تو، في تساوي في ال، و اي يساوي صفر. اذا هذه هي التوظيف تاعها. التوظيف تاعها هو في الانطلاق وفي النظام الدائم، في الانطلاق وفي النظام الدائم، لانها نقاط مميزه جدا اثناء الحركه. فلما نهز التوظيف الاول في اللحظه صفر ونعوضو هنا، رايحين نلقاو بي ناقص بي ناقص كافي تساوي ام ا. فلما هذا يروح بالصفر هذه تولي ا زيرو. دونك رايحين نلقاو بي ناقص بي تساوي ام ا زيرو، معناها بي تساوي بي ناقص ام ا زيرو، واللي هي ام جي ناقص ام ا زيرو. نخرجوا الجي عامل مشترك هي ا، عفوا نخرجوا الام الكتله عامل مشترك جي ناقص ا زيرو. تفاهمنا فيها؟ دونك نخرج لنا جي ناقص ا زيرو، يبقى لي تطبيق عددي فقط. الام هي 19 في 10 اس ناقص 3، الجاذبية شحال معطات؟ 9.8 ناقص 8.14، هذا فيما يخص قيمة بي. إذا 19 في 10 أس ناقص 3 في 9.8 ناقص 8.14، إذا شحال تخرج لنا قيمة بي؟ هذه الميزة الأولى. عندنا إذا صفر صفر وحدود 30، صفر صفر وحدود 30، 15 نيوتن بالشكل هذا. عفوا هكذا، هذا الاختيار الأول. تفهمنا؟ الاختيار الثاني ماذا قلنا؟ هو في النظام الدائم. هذا فيما يخص الاختيار الأول. الاختيار الثاني هو نظام دائم، هو نظام دائم. في النظام الدائم، في النظام
الدائمة عندنا تي أكبر أو يساوي سانك تو. السرعة مع السرعة سرعة حدية والتسارع معدوم. دونك بي ناقص بي ناقص كافي تساوي ام ا. لما هذه تصبح في ال هذا يصبح صفر. راح نلقاو بي ناقص بي ناقص كافي ال يساوي صفر، ومنه كافي ال. اذا ك هي بي ناقص بي على في ال، واللي هي ام جي ناقص بي على في ال. دونك ك 19 في 10 اس ناقص 3 في 9.8 ناقص 0.0 3154 على السرعة الحدية اللي هي 1.14 بالشكل هذا. اذا عندنا إذا 0.135 0.135 كيلوغرام بار سكوند. هذه طريقة. طريقة اثنين، يمكن إيجاد ك من طو، لأن طو هو أم على ك، معناها ك هو أم على طو. تقولوا لي منين نجيبوا الطو؟ الطو نجيبوها من البيان. عندنا طو من البيان، عندنا فيلي طو 0.63 فيال. دونك في 0.71 او بالتقريب 72 متر بار سكوند بالاسقاط نلقاو طو. ثم ك هي 19 في 10 اس ناقص 3 على طو. دونك عندنا نصف طو على البيان بالتقريب طو هو 140 ملي سكوند، اي 0.14 سكوند. اذا نقسمو هنا، لاحظوا معايا جيدا قبيل في بداية التمرين كي رسمنا البيان هكذا ورسمنا المماس، النقطة اللي قطع فيها هنا قلنا عليها 140. اذا هذه هي 140 اللي هي الطو. فنقول 0.019 قسمة 0.14، إذا 0.1357. 0.1357 كيلوغرام بار سكوند. إذا هذه طريقتين لإيجاد، طريقة بالحساب المباشر وطريقة عن طريق العبارة تاع الإسقاط اللي هي تاع عبارة مهمة جدا نحتاجها في حل التمارين. وهكذا كذلك أعاننا الله والحمد لله انتهينا من التمرين 4 باك ديش ماتة. في انتظار باقي التمارين لا تنسوا المشاركة بالقناة والضغط على زر الجرس وكذلك مشاركة القناة مع زملائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.